خير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الاحد 26 شباط 2023. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو الصحافي والكاتب السياسي الاستاذ جوني منير. صباح الخير استاذ جوني. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. دائما الحلقات معك بيكونوا مميزين لانه حطيت باللانسمون بما فيه جعبتك من معلومات وانت بارعة بانتزاع المعلومات. لا مش هيك الفكرة، الفكرة انه الموجود وخاصة ان احنا عم نلعب بحلبة داخليا ضيقة، بس ما بعرف قديش عم نطلع على مداها الاقليمي والدولي لانه للاسف اللعب هونيك، يعني نحن بس منشوت بالداخل الطابق اللي بيتقرر فيه. احنا مننفذ أو ننتظر التعليمة أو الضوء الأخضر، حتى لو قد ما جربنا نجملها ونعمل الأمور داخلية معلش يعني حارتنا ضيقة مثل ما بيقولوا. في كتير مواضيع اليوم طبعا على رأسنا، الموضوع الرئاسي، الموضوع القضائي المصرفي، الموضوع الأمني، في كتير حكي نحن وياك مع طبعا كله أبعاده الإقليمية والدولية. بس اسمح لي بلش من حادثة مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي يلي كادت أن توصل البلد إلى فتنة طائفية. صحيح. من حيث لا ندري، لأنه قرروا بعض السياسيين الحاليين والسابقين وبعض الصحفيين للأسف أنه يرموا تهم شمال ويمين وأن يؤججوا الموضوع قبل ما ينطروا ماذا سيصدر أو شو تكون حقيقة هذا الأمر. آخر شيء يعني الله يرحم الشيخ رفاعي، اليوم الفجر تم العثور على الجثة ويعني تأكد أن لا خلفية أمنية أو سياسية لهذا أو طائفية لهذا الموضوع، وإنما موضوع محض عائلي والقاتل اعترف بهذا الأمر، ولكن هناك من أراد وأصر على الاستثمار بالدم. طيب وين عايشين؟ خليني أقول لك شغلة، لما طلعت لما صارت معه القصة واختفى وكبرت الشائعات ليلتها، يمكن من شيء حوالي ليلتين أو ثلاث ليالي، التقيت بمحل بالأستاذ فيصل كرامي. نعم. كان عم بيقول لي، قال لي طرابلس مشحونة كتير وفيها يعني حالة توتر كبيرة جراء هذا الموضوع، لأنه حاطينه لأنه أخذ أبعاده التانية. خليك الحادثة هيدي معلش سريعا نستنتج منها، أولا أنه الساحة اللبنانية مش أنه منها بخير، جاهزة لتتلقف أي شائعة بالمواضيع اللي عليها الحساسة المذهبية أو الطائفية، بدليل اللي صار قبل ما يسألوا، قبل ما يشوفوا، قبل ما يراجعوا أي شيء، وبالتالي هي جاهزة. الأسوأ سعي البعض للاستثمار في هذا التجيش، بس هي كمان الساحة طبعاً نحن الساحة جاهزة، بس سعي البعض خدمة لمين؟ لمصلحة مين؟ لنفسه لحتى يقطع ويزبط نفسه، لأنه واضح ما في مؤامرة من وراء. اثنين، وهي كمان النقطة الثانية اللي يجب استنتاجها سريعاً، عمل أو قيمة الأجهزة الأمنية اللي عندنا، يلي هي تفترضي هذه الأجهزة مضروبة كما ضربوا القضاء هلأ أو ضربوا غيره أو مثل مؤسسات الدولة المشهورة. أنت هلأ كنت بخبيط بين بعضنا بحالات عاطلة، ورغم أنه يعني الحرفية تبعهم يلي أدت من أجل تدارك الموضوع وكشف الملابسات. افترضي هذه الأجهزة الأمنية مشلعة مفككة تعبانة مثل كل أجهزة الدولة، وبالتالي ما قدرت تشوف يلي صاير، نحن كنا بمحل تاني. فإذن وهون كمان بموضوع الأجهزة الأمنية منشوف كمان استهداف الذات السياسي لمصالح شخصية ذاتية يلي بتصوب عليهم. قال لي بريد أقوله، شفنا وين أهمية هذه الأجهزة أو المؤسسات العسكرية والأمنية للحفاظ على أمننا من شائعات، لأنه بتعرف الشائعات بتركب مرات من ولا شيء. صحيح. وبتروح بتولع، والحالة السيئة يلي متشنجة الموجودة على المستوى الشارع اللبناني يلي اليوم كانت امبارح كانت بعكار وبطرابلس، بكره يمكن تكون بالجنوب، بعد بكره تكون بجبل لبنان، يلي بتولع وبتأجج هيك منخات وبطل فيك تسيطر عليها. وهون يمكن الكلام الاكثر للمسؤولين هذه الطبقه السياسيه او لهذه القوى السياسيه، ارحموا الناس يلي معكم. مش انه الاستثمار دائما بيكون، وانا ما عم بشملها كلها، بس انه اجمالا هذا الاسلوب المتبع، ارحموا الناس يلي عند دوركم تضبطوا، مش دوركم تستثمروا لانه نجيب ناس ولو كان على حساب دم وارزاق الناس. للاسف ربطا بهيدا الكلام بالاسبوع الماضي عليت لهجه
التخوف الأمني، علية لهجة أنه كلما تعقدت الأمور أكثر بالسياسة قد نذهب إلى الحل الدموي والحل الأمني، مثل ما صار معنا بالسابق، مرقنا بفترات اغتيالات طويلة، مرقنا بفترات كل ما تبرد قضية تكون بحاجة لدم سخن يرجع يولعها، وما وعشنا ببلد للأسف كل حلوله إجيت على السخن، كل حلوله إجيت على الدم. في هلأ حاليا بحسب معلوماتك أستاذ جوني تخوف من فلتان أمني معين أو من ربما اغتيال كبير الله لا يقدر يكون المخرج أو الباب لكل التعقيدات السياسية اللي عم نشوفها؟ في هيك جو بالبلد؟ في تخوف بس مش مثل ما عم تقولي. خلينا نفصل الموضوع الأمني. ما في شك أنه نحن أصلا عايشين بالفوضى لأسباب العديدة، وبما فيها ضمنا انه اللي دفعونا باتجاه الفوضى والانهيار والتفكك ما زالوا هن موجودين بطريقه او باخرى متوليين زمام الامور بالبلد. هلا بعدهم بهذه السياسه وبالاسلوب زيته عم يدفشوا البلد باتجاه المزيد من هذه الفوضى. هون بتطلعي بتقولي طيب الوضع الامني هون كيف؟ البعض بيعتبر انه كل ما دفع باتجاه الفوضى قادر يستثمر فيها بالاستحقاق الرئاسي اللي جاي. عن سابق تصور وتصميم. وبالاخر بياخذ خطاب، بالاخر في خديعه بتاخذ خطاب انه هيدا الفوضى اللي على الارض بتحرق الاشخاص، بتحرق القوى الامنيه، لانه انت مثلا نزلت ناس بكميات على الشارع او يلي تحركت نتيجه وضع او ما الى هنالك، صحيح عم تحطهم بمواجهه لا في الجيش وقوى الامن بالضبط. وبالاخر هذا الصدام اللي عم بيصير عم تخلصي من اثنين. بالصدام اللي عم بيصير باعتقادهم هن، اسف على التعبير بس هي بنخلص من اثنين يعني، ومنخلص من هيدي اللي عاملين عليها. خليني أقول أول شيء، في نوعين من الخوف الأمني. الخوف الأول يلي هو الخوف المنظم، يعني يلي بيكون في قوى كبرى بتيجي بتعمله لأسباب ولمسائل. خليني أفصل أكتر، يعني مثلا من القوى الكبرى حزب الله عنده، ما تبين أنه حزب الله عنده برنامج بهذا الإطار، صح. ولا بتفيده بهذا بالعكس الإطار، بالعكس عم بحذر من هذا بدليل الإطار. اللي صار بالعقبية يلي صار ممنوع آخر وحدة يلي سار على لملمتها وأثبتت التحقيقات أنه ما كان في شيء، حتى التحقيق الأجنبي خلينا مع الأمم المتحدة أنه ما كان في شيء، لا بل بالعكس لمحلات أخرى بيحاول يضبط ويطلع، لأنه الفوضى الأمنية تؤذيه كمان بهذه المرحلة. فإذا حزب الله عندك، مين بيقدر يعمل كمان الفوضى اللي عم نحكي عنها المخيفة يلي ممكن تعمل نتائج سياسية؟ المجموعات الإرهابية ما عندها نشاط مركز باتجاه الساحة اللبنانية، لكن الأجواء السيئة اللي عندك، الفقر والشحن السياسي، في بعض اللي عم ينجروا لهونيك. هون في خطر بتقولي بسيط، مش بسيط بس انه ممكن تفلت ذئاب منفردة او عملية نسبته مش عالية، عم بيلاحقوا انه ما بتكون، قصدي مثل ما كانت بالموجة اللي شفناها بال 2014-15 تفجيرات ورا بعض، هذه كانت منظمة مدروسة، او اللي صار يومتها بأرسال، او اللي صار حتى بطرابلس بتتذكري خطوط التماس، هاي مش موجودة. بس لكن ممكن يفلت حدا منهم ويعمل، لانه شغلته هاي، شو بيعمل شيء تاني؟ هو بيعلق، بيعملوا له غسيل دماغ وبيروح ليفجر حاله. هيدا موجود على صعيد فردي في حال، لكن عم يجرم لحقته وضبطه من خلال المجموعات الأمنية. في عندك مجموعة خطر ثالث ممكن تروحي بهذا الاتجاه، هو عبر النازحين السوريين او بعض المخيمات او المتداخلين هودي مع بعض، ولهلا ما بين في استثمار، هو بيكون في استثمار غربي فيهم حتى، لانه هودي بيكونوا متقاطعين مع داعش او غيره يلي بحاجه لتمويل، بحاجه ل يلي بيكون في دفشه غربيه باتجاهه، ما بين انه في، عم اقول بالحجم الكبير، مش مصلحه الغرب كمان يحركون، لانه ما حدا هذا اللي بيقول لي بالاخير بيرجعوا بفوقوا على ضروره عودتهم او تصديرهم 100%. هذا اللي بيقول لي الاستنتاج، بيقول لي بالاخير فوضى منظمه لتروحي باتجاه الهاب البلد ما مبينه، مش مصلحه حدا. هلا الخطر الثاني يلي هو موجود هو الفوضى الاجتماعيه، يعني مثلا مثل ما شفنا هاي امبارح، مثل ما شفنا ربما كانت مع المصارف لو استمروا، صحيح. بالاضراب تبعهم، انه بالاخر طيب على القله اللي عندي اللي عم بقدر سد فيها اكلي لحتى اقدر اكل انا الموظف، او انه العنصر الامني او العسكري او هيك، طب موقفه ومسكر بوجه الناس، هيدي كانت بتفوش لتتاخذ الناس باتجاه تروحي باتجاه انه الفوضى، او وهيدي بتعمل فوضى بالشارع دمويه. وهون في البعض عم يدفش باتجاهها، عليلي
دوز الحماوي للفوضى الاجتماعية لحتى استثمرها أنا بالاستحقاقات السياسية. بخلاف الكلام يلي طلع يلي حصل لما شافوا اللي طلعوا حرقوا منازل أو الوقت تبع المصاريف، ما ظهر بالأسماء والوقائع مبينين أنه هودي من الأشخاص أو العناصر اللي بيجري تحريكهم. ربما البعض عايش بموضوع الفوضى أو بحب يتحرك، بس ما تبين أنه هنالك جهة دافشة. فإذن خطر الفوضى هيدا، الدم هيدا ايه موجود هيدا، ولذلك على القوى المسؤولة من كان مصرفيا، وهون كان خطر بالموضوع المصرفي، او القضائية لانه فرط القضاء مع انه فرط القضاء، او السياسية يلي بجيشه بصير يطلع بخطابه انه هيدا بجيب لناس، يوعى انه بهيدا المحل، والبعض عم يعملها قصد والبعض التاني لا بسبيل الشعبوية، انه انا بهودي بيوعى انه هيدي بتاخدك على امكانيه سقوط دم، وهو يمكن بينبسط انه يستثمر فيها. أوكي. هيدي بتخوف، بس لكن ما له افق بعيد، مش مثل الفوضى الاولى. يعني عم تحكي عنا مواجهات عسكريه، مواجهات عسكريه ولو محدوده، او ربما اغتيالات او ما الى هنالك، هيدي ما اذا ما في شيء خطير، بس خطير بالاخر بهذا. بالاخر هيدا الثاني بيعمل دم. ليش فتنا بهذا الموضوع؟ لانه هيدا بيقدر يكون باب لنا تنفوت على الموضوع الرئاسي، لانه كان دائما في خوف انه خلينا نحكي الأمور هيك مثل ما هي. اليوم في عنا مرشحين للرئاسية اللي هن الأكثر تداولا، كان تداول قائد فيه. الجيش عم نحكي تداولا مرشح. أكيد الأكثر تداولا بأسمائهم، ما حدا مرشح بعد لحد هلا، يلي هن قائد الجيش جوزيف هون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ربطا بالكلام اللي تفضلت فيه وبالمنحة الأمني، كان دايما الكلام يقول أنه وصول قائد الجيش هو دائما بحاجة لخضة أمنية كبيرة تفرض أنه بدنا يد عسكرية هي اللي توصلنا لهون. تاريخيا، تاريخ القريب إذا بدنا نرجع لآخر رؤساء جمهورية كانوا قادة جيوش، بس ما كل هوني أنا مش مع هالنظرية كتير. يعني مثلا سبعة أيار مش هيك، مش ما كانت صنيعة، يعني اللي بيقولوا أنه تجي أنت بتعمل قبولة لا تقول انه انا لا، بس اخذتنا على الدوحه، والدوحه انتجت توافق على ميشيل سليمان رئيس جمهوريه. كانت صراع، وكان اذا بدك حزب الله او ما عرف ما كان يعرف يومتها ب 8 اذار هي كان بدها تجيب. يعني هذا اكيد لا، بس اخذتنا لهنيك. ربما سرت الرياح او بما لا تشتهي عملت الفقشة. نحن مش معوزين السفن، قعدنا عم نقول الفقشة اللي موجودة كل لحظة، اللي هي العلاقة بالموضوع الاقتصادي هيدا. فإذا الكلام بالعكس، البعض بيعتبر هون أنه إذا بتروح الفقشة على الأرض هلأ بتأذي، وأنا برأيي ليش حتى نفوت؟ مين بتأذي؟ قائد جيش. تأذي قائد جيش تأذي، أنه ما بعدنا عم نقول تحطيه بوجه الناس شو بيعمل. فإذا بتحرق نقعد على جنب، نقعد على جنب. يومتها كان عندها غير طابع، كان يومتها في قرار، يومتها بوقت سبع أيار وقبله. ما ننسى أنه كان في مرحلة سنتين أو ثلاث سنوات من المواجهات على الأرض واغتيالات وخطوط تماس متنقلة، وبالتالي كانت غير مسار. اليوم إذا بدك تنزلي عم بتكب بوجه الناس يلي بدك يوقفوا بوجه. طب شو عندك إن قعدتي على جنب؟ أنت ما عم تعملي مهامك، وما ما بيقعد على جنب القوى العسكرية على اختلافها عم بحكي. طب إن رحتي بدك تشيلي هالناس، بدك تحطي فقرة بوجه فقرة، وبدون يعني بدو يصير في إصابات، أو ربما يمكن تكون تروح تتطور الأمور لأسوأ لأكتر. هذا الدم بيأذي ما بيفيد. خليني أقول لك، كلنا بعدنا عم نتعامل أو جزء كبير منا مع الاستحقاق الرئاسي من خلال أدواتنا أو مفهومنا السابق. صحيح. الاستحقاق الرئاسي هلأ عنده غير مفهوم، عنده غير ظروف، وبالتالي التعامل معه بالعقل المسطح وفهمي اللي كان عم بيصير سابقا برأيي خطأ. شو هي الظروف الجديدة؟ خلينا نحط هيك شوية بوينتس، شوية نقاط على الحروف، ونرسم خارطة نمشي عليها أنا وياك بهالحلقة. شو هي الظروف الجديدة اليوم البعيدة عن العقل المسطح والقصص السائدة اللي كانت سائدة قبل، يلي عم تمشي عليها رئاسة الجمهورية؟ هون بتسمحي لي بس باستعارض صغير إقليمي، لأنه هو الأساس. أكيد. الطابق الأول هو الطابق العالي، هو الطابق يلي بيحكي طوابق عمر موسى معه حق. وإذا بدك بيت بمنازل كثيرة، بس أي غرفة أكثر من الثانية.
الموضوع الإقليمي هو السؤال الأبرز. طيب ما شفنا نحن الاعتقاد سائد هيك انه ايه بنتخب رئيس هيدا استحليه وبرجع بجي انت وعم بتنطي فوق الانهيار الكبير يلي صار وانهيار مؤسسات الدولة ان كان مخطط لها مثل ما بيدعي البعض او كانت نتيجة الفساد بس يلي الداخل مثل ما بيقول البعض الثاني او ان اجت هيك بطريق الصدفة مثل ما البعض عم بياخد كل النظريات انه تتجاوزيها وترجعي مثل ما كنا بالسابق بتكون كتير بسطة كتير بسطة بالأزمات وطبيعي أن تستثمر الدول الكبرى فيها بغض النظر كيف فتنا عليها. ليك ما في شك أنه بال2015 لما جرى التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران كان فيه ومتى سيد كلام كتير وإجا بعدين ترامب حاول يجلسه بطريقة تانية أنه أنت فوت أنت عملت لي اتفاق نووي أعطيت إشارات خاطئة لإيران بينما هو المطلوب منا أساسا قبل ما تفرج عن المصاري لها إذا كان المنطق طبعه يعني هونيك مسألتين. أول مسألة الصواريخ البالستية اللي هي أنا هيدي اللي بتخوفني مش الاتفاق النووي بحد ذاته اللي النووية أم النووية ما بيعتبروا أنه خطرها منه كبير فإذا الصواريخ البالستية واثنين مدى نفوذ يلي كانوا يسموهني مخالب إيران في المنطقة إن كان باليمن أو بعد ما رجع وفق هيدا ويومتها ما كان في فرق كبير ظرف زمن كبير بعيد ما بين توقيع الاتفاق النووي وضربه من قبل ترامب ترامب استند إلى هذه العذر أنه مش هيك بيعملوا كان مفروض تروح وأنت وديت رسائل خاطئة هذه ستؤدي إلى تعزيز نفوذ أنت عم تعطيها أموال رح تستعملها أكثر وسمعنا هذا الخطاب خليجي كان رح تستعملها أكثر من خلال حلفائها في المنطقة لتوزع نفوذها وبالتالي أنت عملت رسالة خاطئة في هذا أوكي هيدا من 2015 بهاي المرحلة كان الملك عبد الله كان عم بيحذر دائما الملك الأردن من الهلال الشيعي صحيح يلي كان عم بيحكي عنه العراق سوريا لبنان مع وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية في لبنان وتحديدا أكثر مع الوصول للانتخابات النيابية سنة 2018 هذه ما لها شيء مقدمة ضرورية لما بدنا نحكيها كان الكلام الإيراني عم يطلع عم بيقول نحن وصلنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وهون أربع عواصم مزبوط. عربية صحيح وهون كان كلام ترامب يلي كان عم بيقوله أنه نحن وجهنا رسائل خاطئة أو إشارات خاطئة أو لك وينها بدل ما تلتزم معنا إيران راحت ولك وين صار حتى بيروت صارت بالشح الأبي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط هون القلق الأردني يلي كان وبقي معه القلق الخليجي إنه أنا الأردن عندي مشكلتين كبار أول مشكلة عندي إياها هي موضوع الوضع الاقتصادي الصعب عندي أنا واثنين هو الانقسام اللي عندي الداخلي بتعرف النسيج الصيل الأردني الداخلي ما بين أردنيين من أصول فلسطيني وهني صاروا الأغلب وبين أردني بدو يلي هني مع العائلات البدوية اللي هني مع الحكم هناك وبالتالي مع الوضع الاقتصادي العاطل قادر أنت تجيش لي أي وضع يلي هو مش سليم صار بجنوب سوريا والوضع بلبنان بينعكس فورا علي وبس أفرط أنا بالداخل حكما دغري بلدين هيتعرضوا للضغط الكبير وبالتالي لخطر كبير يلي هني السعودية ويلي أنا أحدودها ويلي هني مصر من خلال سيناء وهيك بتصير المسائل صعبة حتى على الضفة من جوا مشان هيك كان عم بيحذر دائما من هذا الموضوع الذروة طبعا النفوذ إذا بدك الإيراني بالمنطقة كانت هاي القصة بال2018 أوكي. مع الانتخابات النيابية اللبنانية مع وصول مع عودة وصول الرئيس الأمريكي الجديد بايدن كان نحن عنا بلبنان بدأت طال اضطراب السقوط الموضوع السقوط المالي وما إلى هنالك وزيارته يلي إجا فيها على السعودية رغم أنها كانت فاشلة بمحلات بس لكن في كلمة قالها وطبعا ما بيقولوا إن هيك يلي كان عم بيقول أنه أمريكا أخذ قرار لن تترك فراغات في المنطقة يعني لن نترك نحن سنعيد حضورنا على حساب الموضوع التمدد الإيراني هيدي النقطة الأساس التفكير وطبعا يومتها سادت من بعد الأزمة الاقتصادية أو الأزمة المالية الانهيارات اللي عندنا سادت نظرية ديكومبوزي بور ريكومبوزي تفكيك لبنان من أجل إعادة تركيبه ليش من دون وجود لحزب الله بالصراع يومتها حزب الله كان يدرك هذا الموضوع أنه في مين عم يدفش ويريد مشان هيك ما كان في يد المساعدة تمتد لنا ما كان هامهم وكان يقول
اذا بدك، او انه البعض يلي قريبين منه كانوا يقولوا انه انا اخر بيئه بيئتي يلي بتنهار اذا كانت الحرب علي، مشان انه انا تخفضوا لي حضوري، انا بيئتي اخر بيئه بتنهار، بتبلشوا بالبيئات تبع غيري، تحديدا الساحه المسيحيه يلي هي تختزن اذا بدك القطاع الاقتصادي، القطاع الاستشفاء، القطاع الانتاجي يلي مزبوط كان هيدا اللي صار، يلي بدا الانهيار عنده بيئه الصرخه. لكن مع المده تأقلم السوق المسيحي، خليني أقول يعني المدارس، الجامعات، المستشفيات، حتى المصارف، التجار بالحد الأدنى طبعا، ما عم نحكي إنه رجعت مثل ما كانت، وهي أخطر شيء ممكن يصير بالمجتمعات يلي هو التأقلم. الدعم يلي جابه حزب الله إن كان مرة عبر نفط الإيراني، نفط يلي ما نجح كتير، أو حتى دعم المالي، تبين انه لا، لانه بيئته تقوم على بجزء اساسي منها على التوظيف، على البيئه الفقيره، البيئه اللي ده، وبالتالي هيدي اصبحت هلا طئن. هذه وصولا للكلام اللي قاله هلا السيد. طيب هودي تبين، فاذا لقدام شجع انه انا ما اعطيك هلا، طالما اللي بلش يتاثر هو البيئه تبع البيئه هونيك اكثر من غيرها. هذا هو الهدف الاساس من زمان، مش من هلا، لانه الهدف الاساسي الامريكي تحديدا، الهدف الاساسي هو ضرب حزب الله من قلب بيئته. الامريكي لما قال انه انا بدي ارجع، ما بدي اترك فراغات، انا راجل ما بدي اترك الشرق الاوسط، كان كمان في عنده شيء جديد ثاني عنده، هو الاهميه الجديده اللي اكتسبها منطقة شرق البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للغاز، أو حتى أكثر من ذلك. وبالتالي هيدا بيعطي لبنان مسألتين أساسيات ليتمسك فيه. الأولى هي موضوع أنه التمدد الإيراني يلي كان بيعتبروه هني من خلال حزب الله. اثنين هو الضمان، هني بده يكونوا حاضرين على شط البحر الأبيض المتوسط، وهني أصلا مزعوجين كانوا بطريقة أو بأخرى من القاعدة الروسية يلي موجودة بطرطوس. صحيح. طيب حتى نوصل سريعا لهذا الموضوع، فاذا النظر للاستحقاق الرئاسي انه استحقاق عادي، وبتشوف الشباب بيركضوا، هذا بيظبط شبوبيته، وهذا بتقول لي اسمي، مرق لي اسمي، هذا هي مش هيك، هي مزبوط هذه المره، هي نظره من اجل تمهيد للدخول بمرحله جديده، وحزب الله يدرك ذلك. التوقيع اذا بدك الطريق، ترسيم الخط البحري هو ينبئ بمرحلة جديدة، وحزب الله يدرك ذلك. الصراع يلي بده يصير هلا، او يلي عم بيصير، هو انه حزب الله طيب عال انا ماشي، وانا اترك انه المنطقة راحت باتجاه اخر بدليل الترسيم البحري. الترسيم البحري كان بيصير من 3 سنين؟ مستحيل. أكيد جربوا لا. قبل اكيد، وجيب 4 سنين اكيد كمان لا. كتير حلو هذا الراوند اب اللي عملناه. بدي تسمح لي بس انتقل انا وياك نستمع الى مقتطف من كلمة النائب اسامة سعد في ذكرى معروف سعد في صيدا. التحية لروح المناضل الدكتور عصمت القواص. أيها الأحبة، هي الصيدة التي أحببت تكرم ذكراك اليوم، ترتقي مع جوارها وكل الأحبة من أرجاء الوطن لتؤكد على قيم الحق والعدل والوحدة والكرامة والتضحية. ودمك الزكي المسفوك غيلة وظلما قد انغرز في شرايين أحرار الوطن لينبض عزة وكرامة ونضال. هي روحك الطاهرة السائرة تحلق في فضاءات وطن استباحه الأشرار لتفيض على أحراره غضبا وثورة. غدروا بك يا معروف كما غدروا بشعب لبنان، فجروا الحرب الأهلية وكانت الأسمان فادحة. على فداحة الأسمان لم تكشف الجريمة، كأن الجرائم الكبرى عصية على العدالة. أهو تورط السلطات في الجرائم؟ هل من أقدار اللبنانيين التعايش مع سلطات مجرمة؟ معروف باق فينا ويأبى الرحيل، باق مع كل غضب ومع كل ثورة. يسأل
يسأل عن أسر تجهد لانتزاع لقمة مشتهاة جعلها الطغاة مستحيلة، يسأل عن تلاميذ وطلاب وقد دمر ظلاميو السلطة وجهلتها مدارسهم وجامعاتهم. يواسي كل مريض، يواسي كل مريض، وقد قهرته القلة قبل أن يقهره المرض. يدمي قلبه أطفال وقد سرق لصوص السلطة حليبهم وغذاءهم وألعابهم. معروف يسأل عن الشباب وقد حاصرتهم البطالة ونال منهم العوز وتملكهم اليأس. الشباب يا معروف لم يكفروا بوطنهم، إنما هاجروا وفي صدورهم غضب وثورة قد يعودوا بهما يوما ليطيحوا بأرذل من حكم بلادهم. على غير ما تريد ونريد يا معروف، الطائفيون المذهبيون بلا أي أهلية وطنية أو أخلاقية يحكمون البلد، نشروا الفساد ودمروا هياكل الدولة. الانهيارات تتوالى فوق رؤوس اللبنانيين والمخاطر تتهددهم من كل نوع ومن كل صوب. الناس الذين أحببت يا معروف تهان كرامتهم صبح مساء. وأكثر يا معروف، فمع المآسي الإنسانية انحرافات وطنية، دعوات لتقسيم طائفي ولفدرلة، تهديدات للسلم الأهلي وللوحدة الوطنية، تبعيات لشتى الدول والتسول منها. قالوا إن الغاز والنفط هما الحل، فكان ترسيم البحر اعترافاً مشحفاً على مياه ناقصة وأراض لا زالت محتلة، وكان تقاسم الغاز والنفط سلاماً اقتصادياً مع العدو. أيها الأحبة، هي أيامنا الصعبة والآتي منها هو الأصعب. الظروف شديدة القسوة، والتكيف معها والقبول بها انهزام واستسلام. هي حقوق الناس وكرامة الوطن، وقد بلغت المهانة فيهما ما لا يتحمله وطن ولا يتحمله بشر. إذن لا انهزام ولا استسلام، إنما مواجهة. إن في لبنان قدر إن في لبنان قدر من الظلم والفساد والقهر والتفريط بكرامة الوطن ما يكفي لتفجير ثورات متلاحقة. علينا أن ندرك أن شعب لبنان سيبقى في دوامة الأزمات والحرمان والمخاطر طالما بقيت القوى الطائفية متحكمة ومسيطرة. إن القوى والنخب الوطنية والتقدمية مطالبة بلملمة شتاتها لخوض معركة التغيير واستعادة حقوق الشعب وإسقاط احتكار القوى الطائفية للسلطة، وهي قادرة على ذلك.
لكن بعض هذه القوى والنخب تهمش ذاتها وتضع نفسها وتتحرك في ظلال القوى الطائفية والمذهبية، وهي بذلك تفقد شخصيتها وأدوارها وتسيء في الوقت ذاته للنضال الوطني برمته. إن إقامة الجبهة السياسية الشعبية الوطنية باتت مهمة وطنية ملحة وضرورية وعاجلة. لقد آن الأوان أن تدخل القوى الوطنية والشعبية المنظمة في حسابات السياسة ومعادلات القوة، أو أن تترك البلد ومقدراته للقوى الطائفية وصراعاتها وتسوياتها وملاذاتها الخارجية لتدمر ما تبقى من هياكل الدولة وتسطو على ما تبقى من مقدراتها. الشعب مخدر، عبارة محبطة يرددها البعض تهربا من المسؤولية، وكأن هذا البعض من شعب آخر. ذلك إعلان عجز، وذلك تخلي عن شعب مقهور. الواجب أن نبدد اليأس والإحباط، لا أن نزرعهما. الواجب أن نطلق العنان لأحلامنا وأفكارنا ونضالنا، وأن نحيي الأمان بقدرات هذا الشعب الذاتية والمخلصة على انتزاع حقوقه واستعادة كرامته. أيها الأحبة، الشعب اللبناني ليس وحيداً في المأساة العربية. الشعوب العربية أنينها بلغ مداه. من لم تصبها الحروب الأهلية أصابها الفساد والقهر والعوز والظلم والاستبداد والتهجير. ملايين الأسر مشردة عن بيوتها وبلدانها، تعيش المهانة والبؤس والذل. ملايين الأطفال بلا غذاء بلا تعليم. يا أخوان، ملايين الأسر مشردة عن بيوتها وبلدانها، تعيش المهانة والبؤس والذل. ملايين الأطفال بلا غذاء بلا تعليم، يفتك بهم المرض ويسرق طفولتهم التشرد. المشهد العربي مفكك، بائس، متهالك. استباح مجتمعاته وإراداته ومقدراته الحكام وأقوياء الإقليم والأقوياء الدوليين. شعب لبنان لن يكون وحيدا عندما تنهض شعوب أمته العربية لتستعيد وحدتها وكرامتها وإرادتها فوق أرضها. أيها الأحبة، شعب فلسطين شعب الملاحم والبطولات والمقاومة والشهادة والعطاء والإرادة العصية على الانكسار، يخوض معركة وجود ضد كيان عنصري استيطاني عدواني. خانه الحكام العرب، وهو الذي لم يخن أمته يوما، يحاصره ويقتله التطبيع الرسمي العربي مع العدو بقدر ما يحاصره ويقتله هذا العدو. يا شعب فلسطين الأبي، إن خانك الحكام فإن الشعوب التي خانها حكامها أيضا لن تخونك.
ولن تخزلك أبدا. سلام لكم جميعا، سلام لكم جميعا، لمعروف سلام، سلام لروحي الطاهرة وسلام لذكراه العطرة، وشكرا لكم والسلام عليكم. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة النائب أسامة سعد رئيس تنظيم الشعبية الناصري في ذكرى رحيل معروف سعد. نرجع أستاذ جوني، رزق الله على هذيك الأيام أديك مش رزق الله على الاغتيال، لا مش على الاغتيال، رزق الله لما رزق الله على أيام النضال، لما كان في نضال، لما كان في وقفات حقيقية، ولما كان في رجال دولة حقيقيين بهذه الزمن. اختلفت الأمور، السياسة صارت تجارة أكثر بكثير للأسف. سلطة ومال، هاي اللعبة السياسية عندنا، بس خطابات قد ما بدك فيها عناوين وفيها ويا لطيف بس شوف شو اللي فيها وطنية وكرامة والبديكة، بس فعليا لا حلوين. هي سلطة، لا هلا عمو الخطابات هيك بس هلا حلوين، ما بتمروا أكثر، بس كيف في البعض يلي بعده عقله على أرض الواقع، بعده عقله يعني خاضع، وهو رضيان إنه يكون عقله خاضع أو محكوم مش محرره يعني، ده مع الأسف بعد التمر قليل، بس ما إنه نكتار بقى، يعني صارت مكشوف اللعبة أكثر بكثير بالنسبة للناس. صحيح. قبل ما ننقل على كلمة نائب أسامة سعد، عملنا نوع من راوند أب من 2015 لهلأ لنفوت إلى عمق الأزمة الرئاسية الحالية، لأنه كله مربوط بنهج خلينا نقول متبع من 10 سنين. رح نوصل بالتفصيل الداخلي هذا اللي بتحبيه أنت وبيحبه الناس. لا مش بحبه، بحب التقريش الخارجي بالداخل كيف بيصير. خليني بس أختم بهذا الموضوع لأقول أنه فأذن هو هلأ إعادة تشكيل المنطقة. حزب الله يدرك ذلك، وإلا ما كان عامل الترسيم البحري كما صار. هو بقي لطيان برا، بس هو بالفعليا كان موجود بشكل مباشر، وأيضا إيران تدرك ذلك، وإلا ما بتشوفي يلي عم تشوفيه كمان بسوريا، وإلا ما بتشوفي كمان الصراع الكبير يلي موجود بالعراق. فإذا هذا كله سوى مفهوم في إعادة تشكيل المنطقة، وهون الأمريكان ودوا ألف إشارة أنه نحن لبنان نريد صورة أخرى للبنان، منشان هيك بترجع بتوصلي لموضوع الاستحقاق الرئاسي اللي بيدرك حزب الله. الاستحقاق الرئاسي بال 2016 حزب الله عمره، وكان في تسليم من برا سلموا فيه. هيدي رايحة هلأ مرحلة أخرى، المرحلة الأخرى طبعا مش على قاعدة، كان بوقت حزب الله غالب، ما هلأ بنقوله شرحنا من شوي، مش إنه في لبنان وفي سوريا ما في غالب ومغلوب، وفي سوريا وفي إيران الاتفاق النووي، وفي سوريا الوضع العسكري اللي كان موجود، كان قادر يفرض مرشح، وكان قادر يهد البلد سنتين ونص تيجيب بشال عمر. صحيح. هلأ ما قادر يأمن 65. وأصلا اللعبة، أصول اللعبة، برجع بقلي قواعد اللعبة اختلفت. عم نقول نحن عطيوا إشارات الأمريكان أكثر من حسية، وطبعا كلهم بيقروها، وحزب الله بخلاف اعتقاد الكل عاقل. عاقل. عطيوا إشارات بالموضوع. كيف يعني عاقل؟ معلي يعني هو براغماتي، يدرك جيدا حدود اللعبة، ما أنه انتحاري. ما أنه انتحاري. لما بيلعب بيعمل لعباته الإقليمية مثل المسيرات يلي صارت قبل الترسيم البحري. صحيح. ويدرك سلفا كان 99% كان بخلاف اللي قاله الرئيس نجيب ميقاتي، 99% كان انه، حتى ما اقول اكثر لانه ما في 100% بالسياسه، كان انه هذا يؤدي لضغط ولا يذهب باتجاه حرب، مش هيك بتصير حروب. فهم الرئيس ميقاتي بالعكس، قال إن كانت كان ممكن ان تؤدي الى قال انه ممكن هذا، وانه من ضغط انه الاتصالات طبعا، طبعا هو عم بيقول الاتصالات يلي عملتها الحكومه، بس برايي كان معروف سلف بلحظتها إسرائيل غير قادرة، ما في ظروف حرب، الحرب مش هيك بتكون. اللي عم بقوله أنا أنه يدرك جيدا حدود هذا، وهو براغماتي دائما كنت أقوله، خصوصا مش خصوصا قبل السيد حسن نصر الله حزب الله ما كان، مش هاي الصورة اللي نعرفها هلا مع السيد حسن نصر الله. بال التقييم الغربي اللي تسمع عنه بيقولوا عنه أنه ذكي جدا وواقعي جدا، أنا بقول بقدر ما هو إيديولوجي هو براغماتي، بقدر هو إيديولوجي لكن ايضا براغماتي يقدر يشتغل سياسي، يكون براغماتي. هيدي اللي بيوصفوه برا انه بالقياده الذكيه، هن بيقولوا كل يلي بيلتقوا بحزب الله كل التقييم تبعه الخارجي، بس تشوفي انت الدبلوماسيين او تشوفي حتى التقييم الخارجي او حتى الامريكيين يلي بيحكوا عنه، بيقولوا عنه انه قياده ذكيه جدا، حكيمه جدا بكيفيه التعاطي، وهيدي صحيحه. هلا بدي اقوله، فاذا يدرك انه المنطقه رايحه باتجاه اخر، لكن يريد ثمن عالي.
شو الثمن اللي بده اياه حزب الله؟ الاعتقاد وهذا بيقول هو هلا بالمنطقه اذا بتشوفي خصوصا عم نقول اعاده تشكيل المنطقه، حرب اوكرانيا ساعدت بالاتجاه، الزلازل راح تعطي، هلا بتشوفي في بوادر ايجابيه باليمن اللي راح باتجاه وقف اطلاق النار اكيد تسوية تبحثية مع أكثر. بالموضوع السوري شفنا الانفتاح وفي أفكار مزبوط أنه هذا الانفتاح بدنا نعطيك تحت ضغط الموضوع الاقتصادي، ومن بعد ما ظهرت تركيا وظهرت روسيا قبل إلى حد ما بدنا نعطيك بدنا تسوية وجه الزلزال على قد ما أضر مبيلة. وعلى قد ما روح ضحايا وعلى قد ما كان مؤسف ولكن فتح باب أزح الشهوة التركية اللي كان أزح الشهوة التركية وفتح باب مخارج للبعض اليوم البعض. اليوم اليوم في وفد مصري في دمشق وشفنا في قرار بالانفتاح عليه بس ليه فتح باب من أجل خفف الخجل إبعاد المسافة بينه وبين إيران. إيران كمان موجوعة ما في سلاح جديد عم ينعطى، هو الموضوع الاقتصادي. لبنان في هذا الإطار يتأثر بهذا الجو لكن لا بديل عن موضوع تسوية جانبية مع لبنان وهون دور حزب الله. شو طلع السيد حسن عم بيقول آخر مرة؟ طلع قال إنه هو يدرك إنه صار الوجع، مش هيك كنت عامل لك الساحات يلي جاعت ويلي هلأ موجوعة أكتر ويلي كل الساحات موجوعة، بس في ساحات هو قال عم تلقطوني بالإيد اللي بتوجعني، يلي قال انه هن ناس اذا بدكم تجوعوا ناس يعني يلي هو ناسي. اوكي، بالتالي اولا واضح انه لعبه الوقت مش لمصلحته، عم بيقول هو صحيح. لعبه الوقت انا ما بدي كفي فيها من هون، بتقولي اول شيء فاذا ما في مد كتير لموضوع الاستحقاق الرئاسي، وهذا بدليل انه هو عم بيقول بس اثنين عم بيقول بضطر اذا بتكفوا هيك انا بضرب او بروح على الحرب على السقف مع الشقف اللي قبله يلي قال السيد نصر الله عن الموضوع الاسرائيلي. واضح انه كان في شغلتين عم يعملون، اولا محاوله اللعب اكثر على موضوع الداخل الاسرائيلي والمشاكل الكبيره الموجوده، حتى اللي طلع نتنياهو قال انه متماسكين ولن بالزبط. يكون هناك حرب اهليه في اسرائيل بس في شفنا المظاهرات وشفنا بس المظاهرات. انا عم بحضر شرطان لهم علاقه بين السفرديم والاشكناز يلي هن بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين والمشاكل الكبيرة بيناتهم، بس والرغبة بالهجرة المعاكسة في منهم مش حطون ونروحوا فلوا منهم، حاول يستغل هيدي. بس نقطة تانية اللي قال باتجاه الحرب، شو صار رد نتنياهو بعد يومين ثلاثة، لأنه بلحظتها كلامه للسيد نصر الله بإسرائيل بياخد يعني يأخذون عليه بياخدوه محمل جد، وأنا عم أكتر من نتنياهو ما في شك، وأنا عم أنا بتابع يومي للإعلام الإسرائيلي. أخذت ثلاثة أيام بس شو صار؟ رد نتنياهو يومتها بأزيفة على الداخل اللبناني. صحيح. هيدا أول خرق لقواعد اللعبة من فترة بعيدة. لفت شغلتين. أولاً إنه ما أخذ حجمه الخبر بلبنان، ما حدا ركز عليه وما حدا علق عليه. عن يعني قصد. أكيد. يعني مش بوارد تصعيد. مش قاريينك يعني. عشان هيك كنت عم لك أنا براغماتي بقدر ما هو إيديولوجي. اثنين ما حدا قال كمان انه قواعد اللعبه خرقت او ما خرقت او ما الى هنالك، بس كمان كان فيهم اذا نحن مش بوارد الحرب بس لكن نتنياهو شو راضي يقول انه انتم اذا بدكم تصعدوا بعد ثلاث ايام هيدي اللي عملها قلت لك من بعد ما استوعب امورها نحن قادرين نلحق، لانه بيومتها كمان كان في مشاكل، كان في حرب وكان في ضرب على غزه وتضييق بالضفه، عم بيقول نحن قادرين نلحق بالوقت عشر بهتين لنكون بالوقت ذاته ما بين حماس وحزب الله، بس خليني اقول النتيجه شو بتقول يعني ما في حرب. بس هون كمان كان في ملاحظه على الدخول بموضوع اعاده التلويح بموضوع الغاز والنفط بالبحر لما قال انه يعني وكانه حسينا من كلام سماحه السيد انه قد يكون لبنان خذل بموضوع الغاز أو انضحك عليه بهذا الموضوع بالتلزيم وغير التلزيم وبالتنقيب وما إلى ذلك بالوقت يلي كان بلش كريش يصدر. ربما تكون النقطة عنده الخوف من التأجيل بالآخر كمان هون بعت رسالة حربية إنه ما تأجلوا بقى أكتر، ردوا إنه إجوا توتالو وإنه نحن بدنا نبلش وهذا، وعم بيقول ما تأخروا لأنه بالآخر أوروبا والغرب بحاجة لهذا الموضوع، وأيضا بحاجة لضمانة لما أنت تبلشي تشتغلي بلبنان كمان يلجم أكثر أنه ما بطلع من أنه ما بيطلع لبنان من الاتفاق. ممتاز، تنرجع على النقطة الأساسية، الكل مأزوم. إيه؟
انا هون بدي بخليني كفي بال بال بهذا الموضوع. تقريش وفأزن استحقاق الرئاسي على كعب مثل ما قلنا في اجواء مائية برا وجوه سلاح عم يستعمل بوجه الاقتصادي ما رح ساعدك. خليك عم تنهار اكثر عم تتعب اكثر لانه بدي روح على اتفاق انا وياك يخدني على شيء جديد بالسلطه. من هون برجع بقول اتفاق حول استحقاق الرئاسه سيخضع لاتفاق حتمي ما بين الامريكيين تحديدا وحزب الله. هون السيد نصر الله عم بيقول ما بقى تاخرونا. بس شو شكله هذا الاتفاق وباي انه انا طب انا واضح انه بدي اترجع. انا واضح انه قبل كان عم بيقول سلاح ما بقى فيه مش هيك؟ كيف يعني سلاح ما بقى فيه؟ حرب ما بقى فيه. اوكي طيب ما في استعمال لسلاح يعني مش انه حتى ما حدا يفهمني انه شيل سلاح على جنب لا استعمال خلاص ما هو الترسيم طيب رسم خطه امنيه وحفظ امن واضح. طيب الثمن شو بدي اخده انا؟ مو الفريق الاكثر كان يحكى بالاول انه بدي صيغه سياسيه جديده للبنان المثالثه. هو قال انه انا ولا مره طرحتها برا قالوا لا لانه بالاخر بدك في اخذ وعطاء سقط موضوع الصيغه. طيب اثنين انا بدي هلا عم بيقول هو طيب بدي رئيس يحمي ظهر المقاومه. خليني اقول بدي سلطه اكثر ليكي. اذا انا فايت على مرحله من الاستقرار اوكي وفق معطيات جديده وفق معايير جديده عشان هيك عم بقول مساله اكبر. انت هيدي استقرار اقله 7 سنين 10 سنين 12 سنه ما بعرف قد بسموها مؤقته بس لكن طويله بتشبه اتفاق الطائف بس بغير مفاعيل وبغير معطيات بس بنفس المفعول. طيب انا حزب الله شو بدك كيفك تاخذني على هي خصوصا مثل ما مبين عليك انت حزب الله عم يطلع وانه انت رح يكون في اجباري بعد هذه الفوضى الجيش رح يكون صاحب الكلمه الاولى بالداخل ورح يكون لسنوات الجيش صاحب الكلمه الاولى بالداخل ليعيد لملمه الفوضى والسماح باعاده بناء. وضيف حدا انت مبين عليك انه صندوق النقد يلي جاي هو نوع من الوصايه يلي وراه بتخبى لصندوق النقد طبعا الامم المتحده او الوصايه الدوليه. طيب انا كيف اضمن حالي ما عندي ألف هاجس بهاجس حقه انه يبحث بها وبرايي هذا الاتفاق يلي ممكن يبحثه مع مين وكيف الشكل واضح انه هذا ما بيقدر يعني الخمسه اللي شفتيهم بدايه كلام انه نحن كمجتمع دولي ايه مهتمين ورايدين بس انا برايي اللي بيحسن فيه هذا واحد هو الامريكاني هو اللي بيقدر يشتغل وين الامريكي هلا هذا اللي عم بيقوله السيد حسن بي انا هيك قريته قراءه امريكي بكييف ايه بس كمان هو بده بالمنطقه هون انه ما تتاخر لحتى تحكي انه شو قصتك. طيب ليش بعده عم يشتغل الامريكي بالواسطه الفرنسي عم بيشوفه للحزب بس ما هلا في المبادره الجديده يلي عم بتجول فيها انغريو على مع احترامي كامل لانه مش فرنجيه نواف سلام جوزيف عون نواف سلام هذا كله مشي. برجع بقول شو بدك هذا على الطابق الواطي قد ما بدك في اسامي وخذ واعطي في شيء اكبر في شيء اكبر له علاقه بضمان. امريكا عم بيقول انه هذا الساحل الشرقي للبحر المتوسط لن يكون عليه غير نفوذي انا اريد ان يكون نفوذي عليه لا روسي ولا ايراني يعني. الروسي سيعالج بعدين مش هناك عم بيرك أكتر بأوكرانيا لأنه قد ما فيك تضعف وتدوب هون كانوا جايبين له التركي راح التركي هلأ في شروط كمان بالداخل السوري. المهم عم بيقول أنا بدي يكون بس أنا بدي يكون مش على قاعدة أني أنا جاي أتقاتل أنا وياك بس أنه على قاعدة أنه نظام سياسي جديد أنت جزء منه ايه بس بيقول له الحزب كيف بدي ترجمها؟ بدي ترجمها بالتفاهمات اللي بدي اياها بيني وبينك. لهلا الامريكي بعد ما تحرك لكن قد لا يتاخر هيدا بيعني شو؟ لانه ناطر هو مسالتين برايي، اولا انه تنضج الظروف اكثر بالمنطقه لانه بالاخر شو مفهوم الحوار يعني انا برايي كلامه للسيد نصر الله عم بيقول انه مش يعني التسويه برا او التفاهم مع ايران برا اي تفاهمات إن كانت تلغي الخط معي وانا بعتقد انه الامريكيين يدركون جيدا ان حزب الله هو مظبوط تحت كنف ايران لكنه لديه حسابات مستقله ورح يروحوا بهذا الاتجاه لقدام بس مش هلا وقته. هو عم بيقول انا الوقت صار يعني الوقت ضد مصلحتي صحيح. ضد مصلحه ناسي داخليا او انه بدك تعمل شيء مشان خلي البلد يتنفس او انه ما بدي اجل اكثر واثنين انا بقرر بدك تاخذ وضعاتي انا وياك تماما مثل ما صار التفاهم او التفاوض حول موضوع الترسيم البحري ويلي كان خطه الأساسي إذا بدك بهذيك المرحلة حزب الله عبر اللواء عباس إبراهيم مع الأمريكيين إذا بدك هونيك كان الشغل الأساسي وهذا صار هلأ مبين وعمين قال ربما سيكون لك خط آخر له علاقة بموضوع التفاوض طالما أن اللواء إبراهيم قد لا يكمل
هلا بدنا موضوع اذا بدك نحكي بعد شوي أكيد. لكن ربما قد يكون هناك خط اخر بموضوع البحث بتسوية هذه سيكون مين بده يقود هذا الخط؟ ما بعرف بس كيف بده ينفتح؟ ما بعرف مع مين؟ بين مين ومين؟ بوساطة مين؟ بتعرفيهم هولي؟ بتعرفيهم بعدين، بس انه اكيد يومتها لما كان الخط مع اللواء بس ابراهيم لانه هن بيتعاطوا من خلال رئيس جهاز شرعي. لانه انا بتعاطى مع الشرعية ولو بالشكل الامريكيين، وهذه اخذت معهم فترة طويلة. كيف تكون بعدين؟ بدك تنقي اكيد حدا شرعي. مين ممكن يكون برأيك هيدا حدا الشرعي؟ نتذكر نحن وياك من شي 7-8 أشهر آخر شتوية الماضي السيد نصر الله طلع قال إنه بعتولنا الأمريكان يفتحوا خط معنا ونحن ما جاوبناهم. صحيح. كيف بعتوا؟ ما بعرف. بدك تشوفي هني عندهم كيف. عبر مين؟ ما بعرف. يمكن عبر اللواء إبراهيم. هيداك ما نحكي عنه ولا مرة. صحيح. تركوه على جنب وتركوه هذا. لا بعتوا حكي يعني أنا بعتقد يعني. استنتاجي تقديري قد أكون مخطئ إنه ربما لا شيء تاني. برجع بقول لك ما بعرف هيدي المسائل هني بنقوا، بس لكن الأكيد عبر طرف شرعي. هلا طرحت بالسابق كان صياغ عدة، بس برجع بقول لك أنا ما بعرف كيف تكون لقدام، بس لكن الأمريكي قد يكون بانتظار أولا إنه انضاج، ما بدك الانضاج الظرف مع إيران يعني بملفات المنطقة. سوريا مسألة كتير مهمة تنعكس علينا، لأنه أنت عم تحكي هونيك عن صيغة إلا إذا فيك تسميها مثلا طائف سوري يعني مستنسخ من الطائف اللبناني. كيف تركب الحكومة الصلاحيات، رئيس الحكومة الصلاحيات اللي عنده مع التأكيد من هلأ على أنه الإشراف العسكري والأمني سيبقى في يد الرئيس السوري، هذه ما فيها جدل. صحيح. لكن البقاوي في شروط وشروط مضادة كيف بتكون. والتاني السقف السعودي يلي بيّن من خلال اتفاق باريس انه حدوده لهلأ هو الورقة الكويتية او ما صدر عن اتفاق نيويورك، انه انا مش قابل انزل اكتر هلأ بتغير. بس وين السعودي باللعب اليوم؟ مثل ما بتعطي المعطيات ما هي اليوم كل المعطيات الداخلية، حتى الثنائي الشيعي، حتى حزب الله. حزب الله كتير مهتم بأن يكون هناك رضا سعودي أكيد على أي رئيس أو أي اسم طرح، أو على المرحلة المقبلة أنه يكونوا ناسجين سوا. صحيح. لأنه أي خلل بأي طرف رح ترجع تفرط المعادلة أو ما بينجح الشخص اللي أنا ممسوك لساني طالع برا من موضوع الاقتصادي المالي. في سبيلين أو سبيل بشقين مجبور أني أسلكهم، ما عندي خيار. ليش وحدة سعودية عم تقول غير معنية وما بدها تقول بأسماء؟ لأنه بعد ما نضج الأمور. أول شيء هو عبر صندوق النقد يلي بيعطيني إذا بدك المال اللي فيه منه مهم، بس هو بيعطيني الأبروف يعني يلي أنا عندي إنه أنا مشيت، أو بيعطيني الشهادة إنه مش الحال. فيزا. يلي بتسمح لي الفيزا إذا بدك. الثاني الفعلي والجدي يلي بده يجي من الخليج عبر السعودي، ما عندي إمكانية ألي غيرك. وللسعودي يلي عم ينظر للموضوع اللبناني بإطار المنطقة ككل. شو بده السعودي؟ هو بيعتبر إنه هلأ الوضع المنطقة واضح إنه الإيراني بحالة تراجع. خصومته الأساسية مع إيران. مش بس تنحصر في اليمن، أولويته باليمن، لأنه هيدي دقت بالأمن الحيوي مباشر. السعودي صح. في أكثر من 200 صاروخ نزلوا على السعودية، رامكو ضربت. فلكن أكثر، لكن بيعتبر أنه أكثر، أنه وبالتالي أنا قادر انتزع منه. لذلك مثلا لما إجا على سوريا هلأ، المهمة يلي كان بالأول التركي بده يعملها بس الزلزال ضرب له إياها، قرب هو مع الإماراتي من أجل إحاطة الرئيس الأسد، وأنه أنا الإمكانيات المالية اللي أنت عم بتصرخ منها موجوع كمان أكثر من هو، نحن قادرين، بس لكن ما نعمل تسوية ضمن الفعلي تخفيف قدر الإمكان من دوز الإيراني بسوريا. ما نتخبى ورا، مش هناك بلشت لك لما كنت عم بحكي لك الأول. طيب إذا كان عم يحكي بهيدا ممتاز يعني. إذا كان عم يحكي عن تخفيف الدوز الإيراني في سوريا، وأمريكا أيضا عبر أوكرانيا والضغط، زيادة الضغط على بوتين عمليا عم تخفف من الدوز الروسي أيضا في المنطقة، يعني وصولا إلى حد يعني يرجعوا يرجعوها على حافتها الأساسية اللي هي طرطوس عمليا. بالنسبة لحزب الله في الداخل اللبناني، لأنه حتى وقت بيحكوا مع الإيراني بيقولونه بلبنان حكوا مع حزب الله عمليا، كيف بدها تتصرف؟ والأمريكي يدرك هذا الشيء جيدا. هذا اللي عم نقوله، هذا المناخ الخارجي بيساعد، بس بالداخل
ما عندك ممر اجباري سيكون عبر الحوار الامريكي السعودي. انا ما راح الامريكي حزب الله انا ما راح احس فيه أوكي. أنه مثل ما الحوار يلي صار حول موضوع الترسيم البحري، هذا الحوار أخطر وأكبر وأكثر دقة ويطال السنوات. قلت لك نحن عندنا مرحلة حقبة كبيرة من الاستقرار يلي لبنان لازم يشهد فيها ازدهار، ولازم يكون أو هيك مخطط لها أو هيك مبدئية مطلوب منا، وبالتالي حزب الله عنده ضمانات، يريد ضمانات واسعة. طيب. إن على مستوى السلطة التنفيذية إن على مستوى السلطة التنفيذية هذا الكلام ما بتبقى هيك، ان على مستوى السلطه التنفيذيه او على مستوى يعني المشاريع الامنيه. قرش لي يا اخي قرش يعني لي. اذا كان اتفاق الطائف ما قدر اخذ بدله سنه 90 السوريين ما قدروا اخذ ما كانوا حابين اتفاق الطائف، مش سر جوفوه من الداخل. بيقدر يروح بهيدا لقدام؟ ما بعرف. السيد صلاح الله ربما بكلمه مثل ما انا فهمته، انه طب يا خي هيدي اللي انت ناطر انه عم توجعني اكثر لتاخذ سعر افضل مني انا، ما بتركب هيك. سيسر عجل الوقت مزبوط عم يشتغل ضد مصلحتي، مش هيك هون الكلام يلي هو عم بيخبره انه بنعمل مثل ما عملنا بال2015 ما معه خبر شيء. يعني هيدا ما عارف فعليا الوضع كيف، لانه عامل الوقت يومتك كان لمصلحتك لألف سبب وسبب، عامل الوقت اليوم لمصلحة غيرك لألف سبب وسبب، والأسباب يلي عايشينها هلأ. هلأ السؤال الأساسي وأنا هيدا، أمتى بيبدأ هذا المسار؟ هل عم نقوله قرش لي إياها كيف بدأ؟ يعني مثل إذا يعني إذا بدي أمشي وراء اللي عم تحكي أستاذ جوني والمعلومات اللي عطيتنا إياها هلأ، يعني نحن بدنا كنا فصلنا طويل عنا بعد مسافة منيحة لقدام. مش كتير ما عم بيقول له، قال له ما عندي ما بدي أخر كتير. وأنا برأيي كمان الاجتماع باريس يلي بيقول ما بدي أخر كتير معناته عم بيقول أنا مستعد أقدم تنازلات. لا هو ما تخدني على المحل انه انا في حد ادنى ما بنزل. هي عم نحكي عن الحد الادنى. الاجتماع باريس كمان ما بيقول انه وقت كتير كبير متروك، بس برجع بقول لك هاي مسائل بتخافي من الوقت، لانه انت بالشرق الاوسط حدا بيضاري بحساب الزلزال ما غير كل شيء، ما فيك تعرفي. بس مبدئيا مثلا تقولي شو بستنتج من اجتماع باريس؟ بستنتج منه انه الوقت مش كتير طويل، انه مش لازم، انه موضوع انه لبنان موجود هذا المساج الاهم من اجتماع. طيب على طول بنسمع انه لبنان موجود مش متروك، بس انه مش وقته. طب شو بدي اعمل هلا؟ يعني لحتى اخلص بالوضع الاقليمي اللي انا بحاجه له برا عم بيقول. طب خليني انا اشوفي هالعظمه اللي عندي، ليش حدا اهتم؟ حدا شاف؟ حدا عمل شيء للموضوع الاقتصادي غير انه سرقوا كتروا يبرروا نحن وغيرنا وهلا قضاء والنقاش غيره وراكدين كل مين بيطلع والسخافه اكثر يلي انا مرشح وانا مسترئس شف لي اسمي كيف بركض. ما نحن ما هو حق الله يرحمه الرئيس أميل قدي أنه نحن ما كنا ناضجين لما أخذنا استقلالنا بالدليل اللي أثبتناه طول تاريخنا، ولا عم نثبته أكتر. حتى وهذا الكلام بيقلمني لما نفل السوري من هون، نحن ما كنا ناضجين لنستلم وندير حالنا بحالنا، وما زلنا. والدليل الأزمات المتلاحقة يلي ما عدر أكيد وما زلنا منا ناضجين. ونحن كمان الناس مش بس الطبقة السياسية سيئة، ما نحن عم نساهم ببقائة وعم نخلي حالنا إن أسرة او ان نحن عبيد بناء لكل لكل المشهد يلي رسمت لي اياه من 2015 لهلا. من هو رئيس جمهوريه لبنان المكون؟ اعطيني مواصفات. خليني اقول لك بس اجتماع يلي اكثر شيء عول علي سال لي انه اول حركه باريس، هو كان بالحقيقه في كثير اشياء نقصته كمان. اولا النتيجه تبعه بدك تشوفي معه الايرانيين او حزب الله، واحد اسباب التواصل تشوفي مع حزب الله كيف. بس انا قلت لك حزب الله وينتظر تسويه برايي او ينتظر تفاوض او تفاهم باعتقادي. عشو متكل لما بتقول لي ما في ما راح يكون في وقت كتير ما دام ننتظر جزء تسويه جزء منه جزء. انا كيف بقرا يعني بقرا من كلام السيد نصر الله من هون وبقرا من اجتماع باريس من هون، يقول لي هلا في بدهم يحددوا اجتماع ثاني لقدام. ليك اجتماع باريس اجوا الامريكان جابوا معهم مسوده بيان ختامي. اوكي جابوا معهم جرى النقاش عليه ومطلع جرى مش اختلفوا عليه انه طبعا اعترضوا على موضوع العقوبات يلي موجود المصريين يلي على ما يبدو انه معظم التسريبات يلي طالعه طلعت مصري واضح المصريين يلي اعترضوا عليه والقطريين شوي وحتى الفرنسيين انه هلا كيف بتنفذها ما بتنفذها كيف بتكون كيف تنعمل بتساعد ما بتساعد
واختلفوا كمان عدلوا بمسائل تانية كيفية انه هيدي قابلة للتطبيق مش قابلة للتطبيق وما الى هنالك. هلا بالاسماء انطرح اللي انا بعرفه واللي قلته انا من اسبوعين وبرجع بقوله هلا، انه انطرح انه في اسمين موجودين اللي هن سليمان فرنجي جوزيفون، ما انطرحوا بمعنى النقاش او بمعنى، والسعودي قال اللي عنده وصلوا بال شو قال اللي بال عنده السعودي؟ انه بالنسبه له مثل ما عم نقول وفق النظره، مش هيك عملت النظره العريضه لورا، انه قال؟ انا بهذا الموضوع انه ما بدي اعمل استكمال لل وانا انه بالاخر يعني حزب الله ما بدي اعمل استكمال، يعني في رفض كان لسليمان بحضور الطاغي المواصفات، خليني اقول بحضور الطاغي لحزب الله بالسلطه انا ما مش ماشي انه ما بتركبوا انا حطوني برا. فاذا السعودي اقرب لقائد الجيش بمعنى مش اقرب، خليني اقول قال انه ما في هذا اعتراضات عليه، لكن قالوا اذا في حدا ثالث، اذا في اسماء اخرى تحظى بموافقه داخليه كمان خلا تكون انه قابلينا. هيدا اللي بخليك تقولي انه مش انه مثل ما طرحت الطارفه مش اوشطناها من بعد ما يومتها، برغم انه يومتها كذبونا كتار بس رجعوا مشيوا فيها، بس كمان حطوا فيها على طريقه الشوشطه انه انا بدي فلان مش فلان، مش هيك انه اذا فيها الاسمين موجودين انا عندي هذا الاسم انا ما بدي كفي، مش على صعيده الشخصي يعني، بالعكس اشاده بميزاته الشخصيه والتزامه بكلامه و بس، لكن مش ويلي طرح بدي بالطرح هون كان الفرنساوي يعني كان انه انا عندي هاي النقطه الثانيه يلي هي هونيك انا ما كان في اعتراض من حدا اللي عندهم، بس لكن برجع بقول اذا في شخص، اذا في شخص ثالث يحظى بالمواصفات الداخليه لانه في دور للداخل بهذا الموضوع ايه خلوا يكون هو، وتركوا هذه المسألة. هلا الكلام حول موضوع ما حكي انه حكميه ما انا ما على علمي انه وصل حكى بحكميه مصرف المال، بركي انا ما وصلني ما بعرف، لكن اصلا حاكم مصرف المال معروف انه مستقبله مش مضمون، خليني اقول مستقبله مظلم شوي خاصه هلا، مظلم مش خاصه من الاساس لا لا عم بقول هلا لانه تحرك القضاء داخليا من اكثر من يعني ساعه، لا تحرك داخليا ليحميه مش لحتى يدير، لانه بس تكون مرفوع الملف عليك بالداخل بيمنع عليك المحاسبه الخارجيه، بس لكن لقدام اكيد ما في انك كفي له فيه. وبعتقد اللي كان يفسر خطا حسب ما انا بعرف انه حمايه له امريكيه ما كانت حمايه امريكيه، كانت محاذره مسالتين، اولا اذا بترك هلا الدنيا وبقول له اطلع لبرا طب شو بيصير، بيكون في سقوط كبير كيف بعمل، والمساله الثانيه الاسامي اللي طرحت لانه هيدي قبل ما يفل الرئيس عون طب مين البديل، انا ما عندي مشكله بس شوف لي مين البديل لحتى فوت الاسماء اللي طرحت غير مرضي عنا، كنت تقول انه خليني عادي اضبط مروه لقدام، لانك انت كمان عم بتحاول تطوع هيدا المحل لمصلحتك لاهدافك السياسيه. وضيف علي شغلي انه انا ما سمعت انه يعني الثلاث ركائز للانهيار المالي او الاسباب الانهيار المالي كانت معروفه، حكميه مصرف لبنان، المصاريف، بس لكن في الشق الثالث يلي هو الطبقه السياسيه، وبالتالي وهون كان الكلام الغربي كمان لا يجوز انه هذه الطبقه السياسيه تتولى هي على اساس انه انا بحاكم الحاكم لتكون هي عم تجرب تبري نفسها، عم تتخبى ورا وجات بري نفسها، يعني بطلعوا كبش محرقة، انه انا بطلع مش كبش محرقة، لا هو كبش محرقة اكيد ملام، بس انه واكيد انا لصمت حالي بتخبوا ورا، ما انت الطبقة السياسية دي جزء اساسي من هذا الفساد، من خلال الفساد المالي، المشاريع غير المنتجة، الانهيارات الكبيرة، التمويل، العمولات. انت برأيك محاكمة او يعني انا برأيي انه معروف محاكمة حاكم مصرف لبنان رح تكر وراء القصة ولا بدها توقف عنده؟ لازم تكر، بس انه هي لازم بس بالنظرة الشاملة التامة و ما بتروحي بتهزي هيدا، لكن لما بيجي الوفد القضائي برا الاوروبي وبجرب تحميل رياض سنين، واضح انه بده يفوت على ملفات اكثر، بس في مسالتين هون من الاسئله، في مسائل موجوده بمصرف لبنان وفي الثانيه يلي هلا عم يطلع انه لكل مصرف اعطيني الداتا اللي عندك عن هيدا شو حول، هيدا بياخذك هون، ما هو في علامات المساله دقيقه يعني جدا تفاصيل، بياخذك مش على التفاصيل، انه على الاستثمار السياسي انه بتكون محصوره باشخاص دون اخرين، يعني هاي النقطه، المساله فاسد حاكم فاسد ولا حدا ثالث يجي حاكم
المرحلة الفاسدة بكل بكل تجربة. صعب شوي. فاسد يا حاكم فاسد، يعني أنا بقيت بالموضوع الفاسد بالفساد. وحدا ثالث يجي حاكم رح تتقطع. هيك نحن بنقول كمان يعني. من المسائل يلي مطلوبة لقدام من خلال انتخاب رئيس جمهورية تفوتي على مرحلة جديدة ما يكون مشارك، حتى أول شيء إنه تكون فساد غير موجود، يعني غير موجود عنده لا عنده ولا بمحيطه. عشان هيك بتشوفي كمان بالحرب يلي هلا مفتوحة بتنجرب تشن بموضوع الـ يعني الاستحقاق الرئاسي، البعض بيحاول يجيب ملفات اللي عليه ليكب فساد ليكب عفلين لجرب ارميه انه هذا فاسد. مرات انا عم يخلص وقت بسرعه، بس بعد ما قلت لي من سيكون رئيس جمهوريه لبنان بتشوفي لقدام كيف بتكون. بس انا برايي هي مواصفات قبل ما تكون تنطبق عمين، قبل ما تكون المواصفات المحطوطه تنطبق عمين. ما فيك يعني مش ما فيك تروحي هروب واضح واضح بهيدا كله سوا انك انت رايحه على مرحله تانية. رئيس يكون في غير فاسد خارج الطبقه السياسيه الحاليه ما وبتفكيره ما له علاقه بهذا الموضوع، ومعه رئيس الحكومه يساعده بهذا الموضوع ويكون اذا خارج اذا خارج الاسمين المطروحين. انا ما قلت هيك، انا عم بسال. لا حسب ما بتقولي بتشوفي هلا بتشوفي او اقرب لقائد الجيش. ما بدي بصير، خليني مش تبصير، تحليل. اذا بتقولي اليوم بقول لك ايه مثل ما هي مثل ما طلعت من هونيك. هلا بعدين قدروا اتفقوا اللبنانيين على مساله ثانيه، غيرت السعوديه رايها، ما هو دي كله سوا مسائل موجودين. ايه بتقول بحث شيء ثاني. السعوديه اليوم بتقول انه انا ما عندي فيتو على سليمان، بقول لك بكره بيجي سليمان فرنجي رئيس جمهوريه. بس طالما هي هيك يعني هذا نوع من الفيتو. وائل ابو فعور وتيمور جنبلاط بالسعوديه بفتكر مش غريب انه دائما التواصل اللي موجود لوليد جنبلاط مع هونيك، وكمان من هونيك فيك تلاقي تستنجي وليد جنبلاط اللي عنده حساسيه على موضوع العسكر بقياده الجيش، انه يحط العسكر برئاسه الجمهوريه، انه يحط الاسم مع اسمين اخرين بهذا الموضوع. بتلاقي انه يعني مناوره اربطي. لا مش مناوره، مش مناوره، لا مش مناورات. بالعكس بعتقد انا ربما السعوديه قلقين او مش كتير ممنونين كانوا من التعاطي الفرنسي خلال الاجتماع الخماسي، وهيدا كلام سمعته من احدهم انه شو قصتهم، شو عم يعملوا، انه في خلفيات ولا قصة خلافات بين الفريق الواحد، لأنه كيف أو إنه آراء مختلفة بين الفريق الواحد المضطر إنه يتعاطى. هلا المفروض يرجع الفريق يلي انعمل يحضر لاجتماع تاني برأيي يلي كان محطوط الخمسة على مستوى مفروض يكون قريب. مش بعيد. هلا بس مش عارف لك الوقت له علاقة جهز. لا بفتكر أبعد شوي على مستوى بس هالمرة وزارة خارجية إذا بده يصير. يعني وزارة خارجية إذا بده يصير يعني رحتي على محلات هون بيطلع ساعتها بيان ختامي مع مسائل تنفيذية مع بنود واضحة يلي بتفش الوضع ووضحت صورة الإقليمية والدولية. بس هون لوقتها خليني أقول ما نعمل بالهجمات لأسباب شخصية بالقوى العسكرية والأمنية مثل ما بلشنا مقابلتنا مثل ما عملنا بالقضاء. القضاء كما هو تعرف البعض غضبان بموضوع المؤسسة العسكرية، وبس تقربي عليها بتصير حسي أنت مثل كأنك أنه غضبان على المؤسسة العسكرية لأنه ما عمل فيها بيع وشراء، أنه مواقع أنا بدي إياها لي أنا. عملنا بالقضاء يلي كان هو القضاء بقدسية الجيش أو القوى العسكرية. بس نحن عملنا بتعرفي ببداية عهد عون كان يومتها الوزير سليم جريصاتي هو وزير العدل، عملنا هاي التشكيلات اللي شفناها هلا يلي كان فيها شيء وبيع قد ما بدك بالموضوع السياسي. انت بيطلع لك هالموقع، انت هذا الموقع انا بشتري وببيع هون. تلاقي شو صار فيه، عندك قضاءات وعندك معه كل مين عنده وجهه نظر للدستور تفسير القضائي صحيح. وعندك فاتين ويلي حسب مرجعيته السياسيه. بس هذا رضي يومتها كل الفرق السياسيه بهذا الموضوع على مستوى الجيش، ما رضي حدا يومتها لانه انه خيطك لي اياه جوا، وهذا اثبت بالنتيجه تبعه رغم العسكر. طيب وصلنا لحمله شعواء على الجيش وعلى قائد الجيش $30 وكذا، رغم هيدي وصلنا لمشكل بين وزير الدفاع يلي بقي متماسك وراح علي على بشكل جدي. انا عم بقول انه نرحم حالنا ما بنرحم غيرنا، اي نتيجه بفضل مثل يلي وصل للقضاء اسفين وما مشوا
التشكيلات تبع مجلس قضاء الأعلى لأنه ما فيها كتير محاصصة، ربما يكون فيها مش 10 أو 20% ربما، بس ما فيها محاصصة فائعة. أنا بيطلع لي هذا الطرف السياسي، هذه العقلية الفاسدة، هذه عقلية سياسية، يعني كيف تنضار يلي هي أسوأ شيء ليك دمرت قضاء، أو أنه امشي مثل هون وضلني أنا محافظ على حالي لأنه أنا بالآخر بخاف على أمني. وأول سؤال سألتي هو على الموضوع الأمني، وهذا اللي لازم يقلقني ولازم أنا أدب فيه أني ساعد لأحمي محل من الحملات يلي عم بتصير. إيه المشكل اليوم يلي موجود جزء له علاقة بال... أدي بتتوقع أو بحسب متابعتك للموضوع بعد بياخد وقت الملف الرئاسي بأيار بحزيران لكن في قناعة برا وفي قناعة برا ليك أنا قبل بحلقات سابقة أنا بذكر كتير منيح حتى لأعطيك حقك قلت لي ما بتبلش تبين الأمور إلا لشباط ما بدأ من لشباط بدأنا من لشباط إيه بلشنا وبتخلص لازم تخلص بلش قبل... قبل... تخلص قبل... نحن قلنا يومتها كمان لازم تخلص كنا متوقعين قبل قبل ما يفل حاكم مصرف لبنان علينا ده شيء وبالتالي لازم تكون بحزيران يا يعني قبل حزيران يعني خليني أقول حد أقصى قبل تموز حزيران لازم تكون بعدني على تفاؤلي إيه لك وبرجع بقول لك اللي بيشجعني على هذا الموضوع آخر إطلالي للسيد حسن نصر الله لأنه هن الطرفين الأساسيين ومؤتمر باريس أصر ومؤتمر باريس يلي صار لأنه إيه إنه الوقت عامل الوقت مش لصالح بيوطل. لبنان مش لصالح بانتظار إنه نلاقي إيه كمان ما بدك التفاوض يلي بده يصير كيف بده يصير بين حزب الله والأمريكيين ما بعرف عبر مين وكيف ومين بده يكون الوسيط بغياب اللواء عباس إبراهيم صحيح في معلومات بتقول إنه اللواء عباس إبراهيم بكرة قد يعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه استقالته صحيح مظبوط قبل ما يحين الوقت هذا لا يقول انه انا ما كنت متمسك يعني. بالاخر للي هونيك ما في شك انه هي خساره وصلنا لحائط مسدود هي خساره كبيره على المستوى الداخلي بهذا بس هون انا عندي اول استنتاج وانا بعتقد بكره بمجلس وزراء لن تجد هذه ما مبين في جو ما في مخرج لا لا ما مبين لهلا بس هذا بيعطيني اول استنتاج اولا انه اللي وقع بس ابراهيم الكلمة صعبة تخلت عنه كل الطبقة السياسية أو كانت بدأ إيه إنه يزيح كل الطبقة السياسية أو معظم هذه الطبقة السياسية حتى ما عمم ليش واضح ما بعرف فيك تقلي ليه ما بعرف بس واضح كلمين بطريقته بعد عنه أو إنه جرب ما إنه يروح باتجاه التمديد له النقطة الثانية هي كيفية البعض عم بيقول انه بتروح لقدام بتشوف اذا بتعين حدا محله بصير اصيل برأيي انا هيدي كان عم ينحكى عن امكانية انه يطلبوا منه تسيير المرفق لا بعرف اذا هو بيقبل يعني. انه يكون يعني مستشار للرئيس مئاتي وتسيير ما بعرف اذا هو بيقبل حضرتك عم تقولي بعدك وأنا سمعتها مزبوط أنه ربما مجلس لأنه وعدنا الرئيس مئاتي بمقابلته أنه سيكون له مستقبل كبير إذا مش طلع شيء بمجلس وزراء بكرة ربما بعد الظهر ربما يعلن هاي فكرة موجودة مبدئيا قبلها أي ربما تكون هي بيقبل لواء إبراهيم برأيك أنه إذا كان مستشار ولد ما بعتقد لأنه منه ما بيكون مدير عام أمن عام موجود بمكتبه ما بعتقد انا ما بعتقد بشك انه هلا بغض النظر عن هيدي برجع بقول لك هيدا بيعطيني اول انطباع وهيدا بيرسم لي علامه استفهام لازم حول كل فريق مثل ما تقولي ليه شو السبب يعني هي اللي بدها يعني شويه تمخض بس برايي في كتير اشياء معروفه بس كمان اضافه على انه وفق كلامه وانا هذا اللي استنتجته من كلام الرئيس مئاتي باطلالته التلفزيونيه عبركم عبر الجديد لفتني كلام انه يعني اخر تواصل حزب الله كان طرح مره معه الموضوع من 3 أسابيع انا ما عم بقول تخلى عنه حزب الله لا لانه طلب بدليل انه طلب بس لكن في فرق بين الطلب وبين الاصرار انا عم بقول الرئيس مئات شو قال على التلفزيون سمعنا كلنا هو قال انه طلبه من هيدا من 3 أسابيع وانه هو مصر على هذا الموضوع يعني لو اراد فعليا حزب الله هلا الرئيس بالريب اوكي يمكن ما في كتير كيمياء مع اللواء عباس ابراهيم بس لو اراد جديا وفعليا حزب الله التمديد للواء عباس ابراهيم كان صار ولا لا اشرح لك فو يعني مثل ما اظهر الرئيس مئاتي انه انا ما كنت رح اقبل وهيدي عندي انتبه كمان فيها محاذير بموضوع الطائفي مدير عام قوى الامن الداخلي
وانه طب انا شو بعمل هونيك وبالمواضيع بمواضيع يعني هيدي بتاخذ بتخلق ربما. طب ليه ما حدا قادر يفكر بمصلحه العليا للبلد يعني؟ يسوى يكون اصر ويسوى يكون رئيس مئاتي ما بس انا عم بحكم للكلام يلي طلع من عنده يلي قال هو انه رجعوني من ثلاث اسابيع قال رجعوني وانا عم برجع يعني بستشهد استعمل هذا الكلام قال لي فيها مشاكل كثيره بس اكيد حزب الله كان بفضل انه يكون بدليل لانه قلت لك يعني برايك استاذ جوني العقد السنيه الطائفيه السنيه ربطا بلواء عماد عثمان يعني اطاحت بلواء عباس ابراهيم قد تكون هي وحده منهم وقد تكون كمان هنالك اعتبارات اخرى مثل لانه مش لحاله يلي تخلى مثل اعطيني يعني اعتبار انه مسح التعيين بدل مسح الطعن بالموضوع القضائي وانه كان لازم تصير بالقبل هذه لو تصير كانت اخر ايام الرئيس عون كان قادر يعملها بشكل مضبوط اكثر وبالتالي اثاره الموضوع قد تكون عنده يعني عده اسباب وهون كمان السؤال بموضوع الوعد يلي كان اخذه من غير وطني هول من جبران باسيل ويلي ما مشي فيه كمان تخلي رغم انه هو كان معتبر يعني انا بتذكر مره عم بتناقش انا مع الشيء مع الاستاذ ناجي البستاني قبل ما كان الرفض تبع التيار كنت عم اقول له طيب ما طالما ما انعمل ريترو اكتيف وفي له علاقه لانه ما كان بينعمل من اجل غير مدراء عامين طيب كيف تمشي قال لي ما بيقدروا غير مشوم ولو ما عامل يعني الوضع والعلاقات والخدمات يلي عامل لهم اياها كانت كبيره كثير قلت له ما بعرف بعد يومين ما كان معه حق كان يعني اخطا التقدير باحترامي ومحبتي الكامله له طبعا هذه بمعنى هذا بس كان اخطا التقدير لانه ما مش الحال قالوا له ما مش الحال ورحنا لانه كان في عم ينعد باكيج ديل كامل ويلي ما مش الحال كله هلا برجع بقول لك في عده اسئله حول الموضوع يلي بدها يمكن قراءه على مهل كيفيه وليش رغم انه الغربيين كانوا قالوا انه كانوا بفضلوا انه بقاؤه قلت لك ليه لانه بموضوع المفاوضات يلي برايي صحيح قادمه حتما رجل المهمات الصعبة في لبنان كان وهيدا الريزو يلي قلت لك كان أساسي بتفاوض حول موضوع ترسيم الخط البحري الحدود البحرية هذا يعني بتتأجل للمفاوضات الثانية لا ما افتكر انه المفاوضات هذه ستؤدي الى تأجيل او تعرقلت المفاوضات او التفاهم الحكي الامريكي مع حزب الله بالواسطة انا ما بعتقد بس لكن ربما يكونوا بدهم ينقوا طريقة تانية للتفاوض ما حكينا عن العلاقة لوين شو رح تكون مساوئها وانعكاساتها السلبية العلاقة الجرة المكسورة بين حزب الله والتيار الوطني الحر بالمرحلة المقبلة سواء على الصعيد الرئاسي ستبقى مكسورة كما هي ستبقى مكسورة كما هي إلى حين الاستحقاق الرئاسي هلأ بعده بترجع عارف عنا بالإنجيل في كلمة في آية حلوة كتير في بيت أبي منازل كثيرة بهذا البيت بده نقوا شيء منزل متواضع بتكون غير ما كان بالاول قاعد بمنزل فخم على مستوى العلاقه بين بعض انا برايي بالاخر يعني التيار الوطني الحر ما عنده حدا هو قال جبران باسيل ما عنده حدا لوحده راح ايه ما في كفي وحزب الله بحاجه بس لكن راح تصير بكره بعدين لقدام على القطعه او اكيد ما لها علاقه بالعلاقه يلي كانت ماشيه سابقا التحالف الكبير بس كمان اذا بدك زياده ولو انه الكل بينفتها بإلها خلفيه كبيره انا برايي بالعرض الكبير والاساسي اللي عملته الاقليمي إلها علاقه هنالك لبنان ذاهب باتجاه صوره اخرى وبرجع بكرر حتى ما حدا ياخذ لي اياها بمحل هيدا بتتغير المعادله حزب الله كان له 70% صحيح هلا عم نقول تحت ال 50% بس هلا عم نقول تحت ال 50% ال 50% او ال 55% تكون لغيره وهالتراجع بده يعملوا بدهم قبيل وتفاهم وتنازل يلي بدنا نشوفه نحن بالتفاوض يلي بدنا بده يشهدوا تفاهم يلي لقدام او المفاوضات يلي لها رح نكون بانتظار الكادر اللي بده ينحط فيه هذا التفاهم كيف بده مين قري الرئيس عبر عون. مين وكيف وباي صيغه وباي صوره رح يكون هذا التواصل الامريكي مع حزب الله قري رئيس الجمهوريه السابق ميشيل عون هو شاطر بالموضوع بالبعد الاستراتيجي ريا وحط إطار تاني للعلاقة ربما لأنه ما كان مش لازم تروح بالحدة قد ما تكون في ضل نقول لا من بس من دون الحدة ولا بالطريقة عم نحكي بموضوع السلمية فرنجية اللي هو حاطط فيتو عليه
بس هيدا يعني له علاقة كمان بالتبدل المناخ ربما. أنا بالتحليل برجع بقول ما عندي معلومات. ولو أنه حزب الله بيقول لا ما في أبعاد خارجية، بس أنا بلاقي أنه مش ضروري يكون في أبعاد خارجية عند الحزب، في أبعاد خارجية عند جبران، عن جبران يعني. أنا برأيي قراءة جديدة للوضعية جديدة، المنطقة رايحة على محل شيء جديد، لبنان سيذهب باتجاه صورة جديدة بدايته تتشينه من خلال انتخاب رئيس جديد مختلف ما له علاقة بالطبقة السياسية الموجودة. فلننتظر ونرى من هلأ لأيار حزيران كيف بده يكون المشهد. شكرا كثير على تلبيتك دعوة، دايما اللقاء معك بيكون ممتع إلى أقصى حدود. مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء.